رجالكم تعرفوا انه كان وزني 107 كيلو، كان عندي لغلوغ كتير كبير. طبعا انا شلت من اللغلوغ تقريبا 60%، ولكن لسه في عندي. كيف رح نكفي ونشيل انا وياكم مع بعض بتحدي نار نار 15 يوم رح نعمل تحدي للغلوغ الباقي. ورجعت لكم فيديو جديد، اهلا وسهلا فيكم بقناتي ميمي بيوتي. حبايب قلبي كثير اشتقت لكم، اليوم فيديو نار وحماسي وكثير حلو. كلياتنا في عنا هذا اللغلوخ. انا شلت منه تقريبا 60-70%، وهلا بدي كفي التحدي انا وياكم مشان انا كمان اتحمس معاكم واعمل ال 15 يوم التحدي لحتى ورجيكم النتيجة، ورجيكم شلون رح يطلع. تمام، بما انه انا كنت حامل وما كان عندي كثير هالمروه لحتى اعمل، ولكن هلا خلص فشينا والحمل راح وبدنا نبلش تحديات. اول شيء اذا هي اول مره بتشوفوني ومو مشتركين بالقناه اشتركوا فيها لحتى يوصلكم كل جديد انا بعمله، حطوا لي لايك. ليتس جو. ولنشيل الدهون اللي موجوده باللغلوغ او الموجوده بالانف، زيت الزنجبيل او زيت التفاح. انا ما عم بستخدم زيت الزنجبيل، ولكن زيت الزنجبيل كثير قوي وبيساعدك بشكل رهيب اذا مو موجود عندك زيت التفاح. والاثنين انا عملت لكم اياهم، رابط على الصفحه عملت لكم اياهم. زيت الزنجبيل بتكتبي ميمي بيوتي، بتكتبي زيت التفاح ميمي بيوتي، دغري بيطلعوا لك وبتقدري تعمليهم ببيتك. تمام، قبل ما بدنا من هذا الرول، اذا ما عندك الرول هذا هلا رح اقول لك الطريقه اللي بتعملي فيها. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، رح ندهن هون، بس هون على هاي المنطقة اللي عند اللغلوخ. تمام، نجيب هاي نعمل هيك، بدنا نحميها شوي صغيرة. تمام، بس يعني نخلي الزيت يوصل لجوا للدهون اللي هي هون بهي المنطقة، وبنفس الوقت نشدها. تمام، هلا رح اقول لكم شلون نحن رح نشدها. إذا مو موجودة عندك هاي، عندك هيك تعملي، لأنه هون شايفة هيك هدول الأصبعين هون لازم يكونوا على اللغلوغ من هون. تمام، بهي الطريقة. وبس خليتيها لحتى تشوفي تصير حمرة وتحمى وتحسي إنه صارت سخنة. تمام، رح نجيب كيس صغير صغير هيك ونحطه على هذا اللغلوغ بهي الطريقة. وبعدها في مشدات خاصة بتجيبيها بتحطيها هيك، بتكون موجودة بالأمازون، موجودة وين ما بدك. في هذا الرباط الضغط، أنا هذا كتير بحبه لأنه سميك كتير وبيخلي طبعا هذا من 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 الشغلات اللي هاي السماكة بتخلي الدهون تنقتل كتير بسرعة وقوية. وكمان رح احط لكم الرابط بصندوق الوصف، بتجيبوا اثنين مشان تصيروا تتبدلوا فيهم اذا غسلتوا واحد وكذا، لانه هو فيه اثنين. تمام، من اللي بيشدوا الدهون تبع الركبة، من اللي بيشدوا الدهون اللي بتكون باسفل عند الكاحل تحت كتير منيح. تمام، وبنحطه هيك بهي الطريقة. طبعا بتقدري بالرباط ضاغط عادي كمان، يعني فيكم تستوحوا يعني فيكم تجيبوا الشغلات اللي هي بتناسبكم. شايفي شلون ما كتير مشدود، ولكن رح يخلي هذا الكيس يحمى. تمام، وهي الدهون توصل للزيوت هي الحامية اللي هي قاتلة للسلوليت. طبعا بتعرفوا انتوا قلنا سنة عملنا كتير تحديات بزيت التفاح وشفتوا قديش قوي، وكمان زيت الزنجبيل هيك شايفين. رح نعمل له رياضة. كيف رح نجيب قطعة عليك وناكل هيك.
رياضة سهلة وحلوة، ورح ينرسم خد كتير حلو هون ورح تنشال هذا الغلوب. كتير بنقدر نسعى على شغلات تعطينا حل لوجه حلو لجسم حلو من دون ما نسعى لعمليات أو نمشي وراء عمليات. كتير كتير رح ترتاحي بوقت ما بجوز تلجأ إلى عملية، بس مو من هلا، مو من بكير. إذا قررتي بحياتك تبدأي بأي شيء لجسمك لوجهك يعني فوق 50، أنا هيك برأيي. كتير شغلات طبيعية بنقدر نعملها وبنحصل على النتائج، لأنه النتائج اللي عم تشوف الناس من يشوفوا كيف الواحد دغري، يشوفوا كيف سخن بصير بيتنفس، مجرد شدينا أي شيء جسمنا بصير بنتنفس بقوة، نخسر دهون، شايفين؟ فهلأ هيك أي شيء بنرجع له لعمليات نحن الخسرانين. عم تشوفوا الناس قديش عم تتبهدل من العمليات، قديش عم يصير فيها، ما تشوفوا بس 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 الصور، شوفوا الناس على الحقيقة عم بتعاني كتير، عم بتصير تدفع الدبل لترجع تأمل حالها مثل ما كانت لترجع حالها. صدقوني غير السرطانات وغير الأمراض اللي عم تجي من وراء هالشغلات اللي عم تنحقن بالجسم، عم تنحقن بالوجه، هاي كلياتها أمراض. فنحن بنقدر نعمل جسم حلو، وجه حلو، شغلات طبيعية، بس بدها إرادة قوة منك، ويكون عندك أنت هذا الشيء اللي أنت متمنية أن يكون عندي وجه حلو جسم حلو. إذا ما أنت كان عندك هاي الإرادة، ما في شيء ما في شيء بيخليكي توصلي للشيء اللي أنت بدك إياه أصلاً. إذا أنت ما كنتي حابة توصلي لشيء معين ولا عملية بالكون، لأنه حتى وإن عملتي عملية بدك نظام محدد تمشي عليه، مستحيل تقدر تمشي على نظام محدد إذا أنت ما عندك إرادة. فأول شيء لحتى نقرر أنه نحن نعمل أي عملية لأي شيء بالكون عشان ما نندم، بنحاول بالشغلات اللي هي طبيعية وبعدين نلجأ لعمليات إذا ما مشي معانا أي شيء. شفتوا شلون صرت أنا أتعب من الحكي، ما عاد قدراني؟ ليش؟ لأنه شديت هون، شايفين شد هذا كلياته بخليني أتنفس وأخسر دهون، لأنه يعني 60-70% من الدهون بتطلع عن طريق التنفس، وهذا الشيء اللي نحنا بدنا إياه. إذا عجبكم الفيديو حطولي لايك، بحبكم، بشوفكم فيديو جديد.